كرم المدير العام لفرع شركة النفط اليمنية بالعاصمة عدن الدكتور صالح الجريري بمنشأة الشهيد سهيل عوض النفطية بمديرية التواهي 8 من موظفي المنشأة بمناسبة ترقيتهم لدرجة رؤساء أقسام. وفي الحفل أوضح مدير عام شركة النفط أن هذا التكريم يأتي تزامنا مع احتفالات بلادنا بثورة 14 من أكتوبر المجيد التي اعتزمت فيه الشركة تكريم عدد من موظفيها المتميزين في منشأة الشهيد سهيل إلى درجة رؤساء أقسام، وذلك كنوع من التقدير لجهودهم المتميزة التي قاموا بها، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من محطات التموين بالوقود الأسبوع القادم بكل من مديريتي دار سعد والتواهي. في هذه اليوم يتم تكريم نخبة من الموظفين المبرزين في هذا العام كنوع من التقدير والعرفة الاعتراف بمجهوداتهم التي قاموا بها، وأيضا من ضمن أيضا الأنشطة التي ستقام بمناسبة احتفال ثورة أكتوبر سيتم القيام برحلة ترفيهية لجميع موظفي الشركة يوم غد وبعده، وكمان أيضا سيتم افتتاح محطتين، محطة الحدائق في دار سعد وهذا بيكون يوم الاثنين إن شاء الله، وبعد ذلك محطة بوابة النصر مدخل تواهي. هذا التحفيز يعني له دور إيجابي كبير لدى نفسية الموظفين، فإنه يعطيهم دفعة، لأن طبيعة المنشأة هي واقفة من بعد 2015، فإدارة الشركة هي تحب أنها تحفز الموظفين لتحفيزهم للعمل، لتحفيزهم ويكون أكثر يعني أكثر اهتمام في عملهم، وإن شاء الله يكون إنجازات أكبر في المستقبل بإذن الله تعالى.